جوائز ورموز. شكرا لراشد محمد بن احمد وابراهيم على هذا الدعم المتواصل، شكرا جميعا لابناء هذا الميدان حقيقه على هذا الدعم المتواصل الجميل. وهذا الشوط نقول الشوط التاسع خصص للابكار، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوه المشاركين. بسم الله على بركه الله وحفظه، انطلق الشوط التاسع ما قبل الاخير. خليل جد من شوي شوطنا التاسع هناك خصص للابكار، هو اللي في المركز الاول منتصره على المركز الاول سعيد بن مبارك محمد كتبي. النقله على المركز الثاني هناك من الجانب الثاني شعار سهيل بن راشد بن سلطان مسعود الكتبي، وفي المركز الثالث الزود محمد بن علي بن علوان، بينما اللي في المركز الرابع حملون عبد الله بن شطيط بن عبيد، بينما اللي في المركز الخامس الفاتنه لمحمد بن معلغويس. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه، هكذا كان الوصف التفصيلي للعشر المراكز الخمس، ولكن الزود يا الزود لمحمد بن علي بن علوان الاكتبي مسيطره ومنتصره. ثاني المراكز لسعيد بن مبارك بن محمد الاكتبي المسيطره على مقدم ثاني المراكز، بينما اللي في المركز الثالث الفاتنه لمحمد بن معلغويس. يا سلام، الله يا المنتصره، منتصره على هذا الشوط، منتصره على الجميع. تهانينا لسعيد بن مبارك بن محمد الاكتبي بنسبه فوزه باول مراكز المركز الثاني، لمحمد بن علي بن علوان الاكتبي المركز الثالث، لمحمد بن معلغويس المركز الرابع، لعبيد بن يمع الغويص، وفي المركز الخامس شعار سهيل بن راشد بن سلطان مسعود اكتبي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، دقيقه و50 ثانيه و22 جزمه الثانيه. تهانينا والناموس.